بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا هنا في شمال المملكة المغربية، طنجة العالية، عاصمة البوغاز، جوهرة الشمال. هنا ملعب طنجة الكبير، مسرحا لنصف نهائي مونديال الأندية، زعيم آسيا وأكثر أنديتها تتويجا بالألقاب القارية، هلال المجد والتاريخ والكبرياء يقابل أمامنا في هذه الأمسية بطل ليبرتادوريس وفريق زيكو وروماريو وروماريو وأكثر من 30 مليون عاشق في البرازيل، اف سي فلامينغو في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية هنا في المغرب. أجواء كبيرة جدا سيداتي وسادتي مشاهدينا عبر قنوات SSC، كل التحايا لكم أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في هذا النقل الحي والمباشر من هنا في مدينة طنجة. وراد كاريو اللي كان بعيد عن هذه المباراة وتعرض لإصابة قوية في المواجهة السابقة في مباراة الوداد، ولكن جاء من حيث لا نعلم كاريو في هذه المباراة بأربعة ألقاب كأكثر الأندية تتويجا وأكثر الأندية أيضا تواجدا في المباراة النهائية في دور الأبطال، بالإضافة إلى العديد من المعارك الكروية الكبرى. عندك يا ماريجا دفاع تدخل بالنسبة لفلامينغو، الحماس عالي جدا، الفولت عالي جدا، الرغبة كبيرة ليتو، سالم يحاول ليتو وفرصة إلى خطيرة وكرة، وبعد ذلك الحكم يشير إلى ركلة جزاء. نعم نعم، أي بداية يا زعيم، وكانت قاتلة من الدفاع، الاندفاع وبعد ذلك وجود ركلة جزائية على ماثيو زينهو لمصعد لوسيانو فييتو، وبالتالي فرصة للتقدم في هذه الدوسري. يحاول التقدم للهلال في وقت مبكر، في وقت مبكر يا زعيم، في وقت مبكر يا هلال. مبكر جدا في هذه الليلة، كبيرة 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 كبيرة، بداية حلوة 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 حلوة، حطها يا تورنيدو، غني يا هلالي وارفع راسك، البداية مشوقة وكبيرة ورائعة، لا يعني كل تلك الضغوطات والأنوار اللي في وجه سالم، بل أن التورنيدو حاسم في مواقف عديدة. كاريو لمسة حلوة 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 حلوة، هلالي على اليمين، هلالي على اليمين، ماريجا على اليمين، فرصة لكن تغطي، وبعد ذلك الدفاع هلال هذا جدا أيضا بالنسبة على مستوى قارة آسيا بالنسبة للهلال. كرة تعود مرة أخرى، لمسة فيها تغطية وتدخل، عدد برازيلي على جهة اليمين، البلاي في التغطية، البلاي في التغطية، خطأ لفلامينغو، عنده رغبة كبيرة في العودة إلى المباراة والبحث عن التعادل. نارا سكاي تعرضية بالراس خطيرة لكنها مرت، المباريات الحاسمة يكون عنده البصمة واللمسة والهدف. مرور على جهة اليسار جميل مسعد رابيكو، ديراس كايتا ويا في التغطية، لمسة وشونشون كوريا تدخل، برافو برافو جاكي مصور مرة ثانية، سامي توسري قال له بطولة كأس العالم للأندية، محاولة تملي الكرة باتجاه راس كايتا، تغطية وتدخل من الدفاع خطير سبعة. سلوك في هذه اللقطة عادية جدا. جيرسون ليو بيريرا بناء هتبة لمصعة فلامينغو، تغطية وتدخل سعود عبد الحميد، الكرة يفتك بعد ذلك دياراس كايتا، خطير جدا دياراس كايتا، يحاول أمام أكثر من لاعب، فرصة لريبيرو تمريرة لكن يونسو في التغطية، لا زالت مع خليفة تسديدة، تعادل لفلامينغو، التعادل لفلامينغو عن طريق بيدرو، هدف بعد دقيقة 20، يعود فلامينغو في هذه المباراة ليتعادل في هذه اللحظات، يسجل فريق البرازيلي هدف التعديل في نصف النهائي. الماضية شوفه مرة أخرى،
دياراس كايتا تغطية دفاع، ثم بعد ذلك بيدرو مرتاح تقريبا، حط الكرة في الزاوية البعيدة، مرت على يميل معيوف واختارت الوصول إلى الشباك، لكن النتيجة أصبحت عند التعادل. ولا يزال عند الهلال طبعا فرصة ليكتب التاريخ في مباراة اليوم. عليه نيته يحاول التمرير، لكن التغطية بعد ذلك في وسط الميدان، مساحات كبيرة في هذه الأثناء على لاعبين الانتباه في الدقائق القادمة واللحظات الخطيرة جدا في هذه الكرة التمريرة، لكن سعود عبد الحميد في التغطية أمام إيفيرتون ريبيرو، وفرصة بالرأس خطيرة لكنها مرت. سالم الدوسري يحاول إبعاد الكرة، في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى، لقطة في منتهى الخطورة لمصعتار. جيرسون في بناء الهجمة، لوسيانو فييتو في الضغط العالي، جوستافو معاه الكرة لمصعد فلامينغو، سعود عبد الحميد الكرة العرضية، بعد ذلك تغطية من الدفاع يكسب من خلالها جيرسون. محاولة لفريق فلامينغو، عرضية نحو القائم الأول، معيوف بتوقيت رائع يخرج الحصري، حذاري من الأخطاء، مباراة من هذا النوع الأخطاء ستكون مكلفة جدا. سالم مرمي الأول، سالم إلى لوسيانو، حلوة باتجاه إيغالو، لكن التغطية بعد ذلك عند كويلار، غويار تمريرة على جهة اليمين تصل إلى سعود عبد الحميد، خطيرة هلالية مع كرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع تدخل، لويس يبعدها أمام إيغالو والخط الهجومي، الكرة تبقى لمصعتي فلامينغو، فلامينغو بتمريرة، لكن التغطية من كاريو، إبعاد باتجاه موسى ماريغا، صعب الكرة، وفي الأخير كان عنده دور بصراحة وأهميته في مباراة من هذا النوع. بالنسبة لقائمة رامون دياز الغير محظوظ بكمية الغيابات البارزة اللي عنده، تغطية وتدخل وبعد ذلك إبعاد الكرة إلى رمية جانبية، عن التمرير تحرك هجومي من جانب ما في زينهو صاحب تمريرة الهدف، إيفرتون مرة أخرى تحرك، لكن التغطية من كاريو، الإبعاد بعد ذلك إلى رمية جانبية، لمسة لكن صعبة على أندري، سعد ريبيرو تمريرة بينية أقرب إلى علي البليهي، لمسة في وسط الميدان صعبة، ضاعت أيضا على لوسيانو بدال إنه فيها خطأ، مازين هو بكرة عرضية معيوف في الانتظار، بيدرو في الكنترول أمام سعود عبد الحميد، خطيرة لمصعد فلامينغو، التمريرة تعود إلى جيرسون تسديدة، لكن في زميله عادت مرة أخرى لمصعد جيرسون بكرة عرضية معيوف، سهلة سهلة جدا لعبد الله، معك سالم الدوسري، معك سالم، معك يغير اتجاه اللاعب على الجهة اليسرى ليرتن لوكاس، تحرك هجومي لجابي، محاولة داخل منطقة الجزاء، فرصة خطيرة لمصعد لوكاس، لكن الدفاع تدخل، وبعد ذلك سهلة في يد حارس المرمى عبد الله المعيوف. التنويع الهجمات الخطير جدا من جانب سعود عبد الحميد باتجاه موسى ماريغا على جهة اليمين، محاولة مرور يحافظ على كورته قبل أن تخرج، ثم من خلالها يكسب ركنية، 2-1، كرة عرضية خطيرة بالرأس وفرصة، لكن الدفاع تدخل، ثمة وجود لمسة يد، هكذا يطالب الهجوم الهلالي. دي القائد سلمان الفرج في وسط الميدان، الكرة أمامية لكن التغطية من يونسو، دياراس كايتا، جابي على جهة اليسار يحاول يمر، لكن التغطية أكثر من لاعب، عرضية خطيرة مرت من الجميع، سهلة عند سالم الدوسري. دياراس كايتا بكرة طويلة أمامية، لكن التغطية الرأسية بعيدة عن الكل، كرة ديفيد لويس سينتهي بهذه الوضعية مع الفرصة الهلالية المتاحة، حلوة من جوستافو مار، جوستافو مار تمريرة إلى إيغالو، ماريغا داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل بعد ذلك في اللحظة الأخيرة، شوف جوستافو، شوف المحارب، شوف كويار، شوف شوف هذا نجم خط الوسط المهم جدا، كاريو مر إلى جهة اليسار عن طريق خليفة الدوسري، خليفة يبحث عن كرة عرضية، الانتظار المساندة من جانب لوسيانو فييتو، لكن التغطية عادت إلى سالم فييتو على جهة اليمين، محاولة مرور، تغطية وتدخل، ولا شيء في قرار الحكم في اللقطة الماضية، الإبعاد من جانب دافيد لويس، بالسلامة للوسيانو، بالسلامة للوسيانو فييتو. اللقطة اللي كانت مع جيرسون في هذه الكورة ودافيد لويس، شوفها مرة أخرى، شوفها مرة أخرى، نعم الاحتكاك كان موجود على جيرسون، أم هذه فقط أمنيات معلق؟ الحكم سيذهب إلى اللقطة ليتابعها بنفسه قبل نهاية الشوط الأول بثواني بسيطة، أكيد على القرار ما إذا كان فيها ركلة جزاء، طبعا شوفه مرة أخرى. في أكثر من زاوية، في أكثر من صورة، حكم اللقاء بعد أن شاهد اللقطة، إلى ماذا سيقرر الحكم ستيفان كوفاتس؟ يطلب من الجميع الابتعاد، نعم الآن سيتخذ القرار في هذه الأثناء بوجود ماذا؟ هل هناك ركلة جزائية أم لا؟
ثواني أخيرة على نهاية الشوط الأول، وجيرسون بعد أن احتك مع نعم جيرسون عنده إنذار جيرسون عنده بطاقة صفراء واحتك مع فييتوب وحال الطرد. نعم مثل ما توقعها معلق يعرف كورة يتابعها من سنوات طويلة، عندك انذار يا جيرسون ودخلت بالكعب على فييتو يا جيرسون، هذا انذار ثاني وهذا طرد وهذه ركلة جزائية هلالية، الانذار الثاني مستحق وركلة الجزاء موجودة، لكن الآن الدور كله على التورنيدو. سالم يا سالم فرصة هلالية للتقدم، سالم الدوسري على تنفيذ ركلة جزائية، سالم والثانية التورنيدو يا كبير كبير يا سالم يا حاسم يا لعيب يا هداف يا نجم يا كبير يا تورنيدو، الضربة الثانية عن طريق التورنيدو، سالم الدوسري من علامة الجزاء، سالم في كل الأماكن هداف في كل المعارك هداف، طائرة التورنيدو متعددة المهام وعاد ليخلط من جديد وعاد ليتقدم الزعيم قبل نهاية الشوط الأول. سجل أمامك وعندك وأمام في هذه اللقطة الهلال 2 فلامينغو 1 وحال الطرد على الفريق البرازيلي، والفرصة كبيرة عند الزعيم في هذه الدقائق. يا لها من ليلة يا لها من كورة يا لها من ضربة ويا لها من ثنائية، يا له من لون يا له من جمال والضغط كبير على فلامينغو اللي سيلعب بعشرة لاعبين، بعيد الكورة بعيدة وسهلة وفي الأخير إلى ضربة مرمى صافرة الحكم تنهي الشوط الأول. سيداتي وسادتي في هذه الأثناء بتقدم الهلال على فلامينغو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وسط استغراب وجنون لأرتورو فيدال. طبعا في الجهة اليسرى ناصر الدوسري اللي ممكن ياخذ دوره في وسط الميدان في اي لحظه، وايضا مصعب الجويل الموجود على دكه البدلاء. الى دافيد لويس محاوله بناء هجمة على جهه اليسار، سعود في التغطيه مايوف يخرج في توقيت رائع للحصول على الكره الاخيره، سوى الهجوم مع ماريجا اللمسه لكاريو، الان عندك يا ماريجا سعود على اليمين ماريجا بتسديده لكن اصطدمت في الدفاع تحولت الى ركنيه. والبقيه والمحاوله من جانب لوسيانو عرضيه القائم الاول تبعد من الدفاع كاريو الى فييتو مره اخرى البحث عن كره عرضيه صعبه بعيده جدا من جانب لوسيانو للوراء اللمسه لتياغو ميا مره اخرى ايرتون لوكاس يحاول لمصعد فلامينغو لوكاس عودة ديفيد لويس بينية تمريرة يبعدها غوستافو ماريغا تحضير بالرأس إلى المحاولة لمصعة بيدرو بكرة عرضية خطيرة لكن الإبعاد وفرصة وتزيد برافو كاريو خلصها كاريو أمام غابي تصل على جهة اليسار إيرتون تموي مر بشكل رائع عرضية ومايوف ركز سعود على جهة اليمين سعود عبد الحميد ماريغا في الانتظار قاله هو الآخر طالب الكرة من جانب سعود بعد التحرك على جهة اليمين واحدة عندك ايه قال له الكرة العرضية لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة سعود عبد الحميد يبعد الكرة أمام دفاع فريق فلامينغو زعيم مع لقطة لسعود عبد الحميد ثم ايه قال له او ماريجا على جهة اليمين بحث عن كرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل المملكة على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات كرة تعود مرة أخرى محاولة لمصعة باربوزا تغطية من جانب سالم الدوسري بلوي بعد ذلك خطيرة جدا وكريو في تأمينها بعد ذلك إلى سعود خطيرة اللقطة الأخيرة فييتو سالم على اليسار المرتدة السريع قليل من الأخطاء في هذه المباراة ما شاء الله سالم يحاول مع هذه الكرة لاختراق الدفاع الونتو خليفة بتسديدة ولكن اصطدمت في الدفاع خطيرة اللقطة الماضية إلى موسى ماريجا بكرة وفرصة الله مش ممكن يا جماعة مستحيلة يا خليفة يا ماريجا يا كانوا خطيرين كانوا قريبين الكرة من خليفة لكن العارضة منعت الهدف فرصة 3-1 تقتل المباراة وتقضي على أمال فلامينغو ظهير أيسر مرة أولى يتقدم في هذه المباراة وضاعت كرة موسى ماريجا جابي يحاول في هذه التمريرة خليفة في التغطية خطيرة الكرة برافو بلي أقرب إلى ماريجا ممتاز الكرة من ميشايل ولكن في الأخير الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة قبل مع فلامينغو سئل عن هذه المباراة قال سأحترق من أجل الهلال سأقاتل للفوز على فلامينغو بقميص الهلال ينصو في تأمين الكرة ماريجا التغطية ثم إلى موسى مرة أخرى
محاولة هلالية، ماريجا حافظ على كورتب، ميشيل في الانتظار، الوانتو مع ماريجا، الكرة لفيتو، ماريجا جهة اليمين خطيرة هلالية، فيتو مع ماريجا والتمرير المين خطيرة لكن عدت في اللحظة الأخيرة. لوكاس إيرتون لوكاس، تمريرة بالخطأ أقرب إلى فيتو، مرتدة سريعة هلالية، انتظار مساندة مع السالم على اليسار، مع السالم على اليسار، فيتو فيتو فيتو، جوستافو معك سالم إلى جهة اليسار، تمريرة لكن فيها تغطية وبعد ذلك على مرتين حارس المرمى. إحداث خطيرة جدا لفريق الهلال، الضربة الثالثة انتظروها في أي لحظة لو استمرينا بهذا الأداء. واحد يا سالم مع فيتو، مع سالم، فيتو تسديدة لكنها سهلة يا لوسيانو. بالغ في الاستحواذ على الكرة في اللقطة الماضية في المحافظة على كورته، خطيرة جدا لمصعد باربوزا مع بيدرو، تغيير اتجاه اللاعب على اليسار، خليفة معه، تركها خليفة مع الكرة يأمن عليها، لم تخرج بعد. خطيرة جدا كانت اللقطة الأخيرة، أنا اللي غلطان يا خليفة. فلامينغو ومحاولة البحث عن كرة عرضية داخل المنطقة، سعود عبد الحميد في التأمير، برافو، الكرة تبعد من جانب سعود عبد الحميد بالهدوء، ماريجا، ميشيل على اليمين، ميشيل على اليمين، وسالم على اليسار، تمريرة تسرع فيها ماريجا، عادت ماريجا، ماريجا بالقوة، ماريجا، ماريجا مع ميشيل، لمسة واحد على واحد، كراتك يا ميشيل، مهاراتك يا ميشيل، ميشيل ماريجا، ميشيل، والمين المين، كرة فيها تغطية من المدافعين، ضاعت اللقطة الأخيرة، برافو. جماعة شوفوا يا جماعة شوفوا بيساووا كويار لميشيل والتسديدة للتورنيدو. لأنه يبرتو اللاعب خطير جدا، تراهن على مين في الدقائق القادمة، على كل اللاعبين، على كل من يلبس لون الهلال وشعار الهلال يا ماريجا. ثلاثة على واثنين، فرصة هلالية، سالم معك، سالم، سالم يحاول التمرير، سالم بكرة أمامية وفيتو، في النهاية يتجلى، يلمع، يتألق، أي هلال هذا، الله الله، يا سلام يا بيتو، ليلة كبيرة يا زعيم عالمية، كرة هلالية، نصف النهائي، أي مرتدة، فلامينغو مين؟ إحنا الهلاليين، ألا تعرف ماذا يعني الهلال؟ سالم لبيتو، وبيتو الكنترول، وبيتو الضربة، وبيتو الفرحة، وبيتو الهدف، والهلال يعني الكثير من الروعة، يعني الكثير من الكبرياء، يعني الكثير من الشموخ، رغم الغيابات العديدة، أي هلال هذا؟ أي هلال هذا؟ يا لها من كورة ويا لها من لعبة، الهلال يسجل الثالث في مرمى فلامينغو، الليلة الثار يا زعيم فلامينغو، والوصول إلى النهاية يا كبيرة جدا للفريق الهلالي اللي يحاول محافظة على هذه النتيجة، حذاري بلوي في التغطية، جوستافو كويار، كويار كويار، والأكثر تتويجا بالألقاب القارية في أكبر قارات العالم، اليوم على بعد خطوة من الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، سالم إلى ماريجا، ماريجا إلى سالم، أي كوب، أي تمريرات، الله الله، الله الله، سالم يحاول على جهة اليسار، الهلال السعودي يتلاعب بفلامينغو البرازيلي، ذلك إلى سالم، فييتو، سالم، تغيير اتجاه اللاعب، ميشيل، كنترول، مهارة، تمريرة خطيرة يبعدها الدفاع، يتبقى لمصاعتي ميشيل، التمريرات لمسة لكن أقرب إلى لوسيانو فييتو، يحافظ على كورته، مرتدة سريعة، ماريجا مع سالم على اليسار، معك سالم، معك سالم، تمريرة لكن عدت من الدفاع، ضاعت اللقطة الأخيرة. كل هؤلاء اللاعبين في غاية الأهمية في قائمة دياز، طويلة الكرة إلى ماريجا، يحاول ماريجا مع ميشيل على اليمين، ميشيل مر، ميشيل تمريرة ولكن الدفاع تدخل إلى ركنية الرابع يا جماعة. الآن كرة تصل لسالم الدوسري، عرضية خطيرة لكنها تبعد من الدفاع، ميشيل بتسديدة، فرصة خطيرة ولكن الدفاع تدخل وبعد ذلك صافرة وخطأ احتسب حكم المباراة بالسلامة للعبة، لكن من قال أنها مستحيلة؟ لا مستحيل أمام الهلال، لا مستحيل على الهلال، الكرة تبعد مرتين وثلاثة تبقى لمصعتي فلامينغو وباربوزا وصافرة، لا والله هدف لم يكن فيها تسلل، جاء متأخر جدا، جاء متأخر جدا،
أخرى لهذه التسديدة، غفلة من دفاع الهلالي، وبعد ذلك لم يكن هناك أي تسلل. نعم لوحده كان بيدرو أمام المرمى، تمكن بعد ذلك من استغلال فرصة وتسجيل هدف فلامينغو الثاني في هذه المباراة الثانية، مختلفة تماما عن اللي شاهدناها في 92 دقيقة. اللعب المرتدات سلاح مهم يا سالم، 3-2 يا سالم، يا تورنيدو، الفرصة للاختراق، مرسال مر، مرسال مر، ناصر على اليسار، وكرة الماريجا، لكن الدفاع تدخل يا إلهي. جهة اليمين محاولة لمصعة ماتيزينيو بكرة عرضية خطيرة، معيوف يأمن عليها، معيوف معيوف ومعيوف. سلاح الكرات الطويلة في دال، طويلة أمامية، جحفلي في التغطية في الإبعاد مرة أولى، وبعد ذلك تمريرة خطيرة سهلة للمعيوف، ومعيوف وليلة. وبهذا الهلال القوي، وبهذا الهلال اللي يلعب رغم ظروف صعبة وقاتلة، ميشيل فكر افتك معك سالم، الهاتريك يا تورنيدو، يا تورنيدو، يا تورنيدو، مش ممكن، مستحيلة يا سالم، كانت تعني التأهل إلى النهائي. فلامينغو، ولكن ميشيل في التغطية، وسعود عبد الحميد، الكرة لمصاتي فلامينغو في هذه الأثناء، باربوز يبحث عن كرة عرضية، وبعد ذلك فرصة أخيرة للفريق البرازيلي، قام عرضية وخطيرة بالرأس، مرت من الجميع، صفر يا حكم، وتعلن النهاية. الهلال يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، مبروك يا زعماء، مبروك يا سعودية، مبروك يا بلد، مبروك لكل الرياضيين في المملكة، مبروك للمملكة العربية السعودية وللوطن العربي، تأهل فريق عربي للنهائي.